العبقرية الإماراتية لمنح عقود بقيمة ملياري درهم بهدف توفير 7100 وحدة إضافية بحلول نهاية عام 2010. وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة إن تركيز دماغ خلال عامي 2009 و2010 سيكون على البناء والتسليم والوقت. وأضاف أن الشركة تمضي قدما في إنجاز مشاريعها المعلنة رغم التباطؤ الاقتصادي، كما أنها تسعى لإطلاق أعمال البناء في مشاريعها الباقية قبل ارتفاع السوق من جديد في مطلع العام القادم. يذكر أن دماك وهي أكبر شركة تطوير عقارات في دبي انتهت من بناء 2300 وحدة خلال الأشهر الستة الماضية، وأنها تنوي تسليم 25 برجا في نهاية العام. للمزيد حول شركة دماك القابضة ينضم إلينا مباشرة من لندن رئيس الشركة السيد حسين سجواني. مساء الخير سيد حسين. مساء الخير، مرحبا. بداية، ما هي عدد العقود التي تنوون يعني منحها خلال العام 2009-2010؟ بيكون في حدود 12 عقد، منها عقدين في أبوظبي ومنها عقدين في قطر، وثمان عقود رئيسية لحوالي أكثر من 12 برج في دبي. لكن هل العقود التي ستمنح يعني ستركز على الشركات المحلية لتنشيط ربما قطاعات المقاولات والبناء، أم سيكون أيضا هناك نصيب بالنسبة للشركات الأجنبية من هذه العقود؟ لا، كلها بتكون عقود لشركات محلية، لأن الحمد لله قطاع الكونستراكشن الإنشاء في الإمارات وفي الخليج متقدم، ومعظم مشاريعنا تكون مباني وسط بين 20 دور وعشر أدوار وما شابه، فمعظم الشغل بيروح للشركات المحلية. إلى أي مدى سيد حسين يعني رعيتم أسعار العقارات في هذه المشاريع المطروحة خلال وضع الجدوى الاقتصادية بالنسبة لهذه المشاريع؟ كل هذه المشاريع التي ستقوم بإرسائها قد قمنا ببيعها في 2008، وكلها مباعة في أكثر من 90%، والزبائن قاموا بدفع مبالغ جيدة، منها موجودة في حساب الضمان في دبي، وبعضها موجود عندنا في البنوك في أبوظبي وقطر. ذكرتم بأنكم مستمرون في المشاريع رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم ودبي تحديدا، ما هي المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ بالنسبة لدماغ خلال هذه الفترة؟ نعم، صار تباطؤ، وبالفعل نحن أوقفنا أي مشاريع جديدة، فلم نطلق أي مشروع منذ شهر 6/2008، لكن المشاريع اللي أطلقناها في 2008 وفي نهاية 2007 بدأ فيها الكونستراكشن اللي هو الديزاين والإنجينيرينج والشورينج، والآن نبدأ ترسية العقود الرئيسية. فهذه ليست مشاريع جديدة، إنما مشاريع طرحت في 2008 ويتم الآن بنائها. ماذا عن عدد المشاريع التي هي خارج الإمارات؟ عندنا ثلاث مشاريع في أبوظبي، عندنا حوالي تسع مشاريع في قطر، جزء منها اوريدي في قطر بدأت الإنشاءات والكونستراكشن، وعندنا مثل ما قلت لك مشروعين في قطر إن شاء الله سنقوم بترسية العطاءات آخر السنة، عندنا مشروعين سنقوم بترسية العطاءات في أبوظبي، عندنا مشروعنا في جدة ماشين فيه والكونستراكشن بدأ فيه، عندنا مشاريعنا في مصر ماشين في الكونستراكشن خصوصا بعد دخول المستثمر البنوك المصرية معنا كشركاء. فيما يخص مشروع الجوهرة في السعودية سيد حسين، إلى أين وصلتم بحصولكم على الموافقات والتراخيص الكاملة بالنسبة لهذا المشروع، كون كان هناك أخبار يعني تتحدث على أن اللائمة تأتي على دماك يعني بعدم تقديمها لكل الموافقات والتراخيص لإكماله؟ الحمد لله تم حل كل المشاكل وأخذنا الموافقات والكونستراكشن بدأ والأمور ماشية والحمد لله. لو تعطينا فكرة أكثر عن هذا المشروع، مشروع الجوهرة داخل المملكة العربية السعودية. المشروع عبارة عن برج بيكلف في حدود 500 مليون ريال سعودي، قمنا ببيع أكثر من ثلثين المشروع قبل تقريبا سنة ونص من في 2007، والآن إن شاء الله الكونستراكشن بدأ، ونأمل بتسليمه في خلال 3 إلى 3 سنوات ونص حسب برنامج الإنشائي له. بالنسبة لعمليات التمويل، يعني كيف سيتم تمويل المشاريع التي ستقام خلال 2009-2010 أيضا؟ الحمد لله معظم زبائننا ملتزمين وقاعدين يدفعون الدفعات اللي عليهم، وبما في شك الدفعات المقاولين قاعد تأتي من الزبائن، هناك نسبة من الزبائن ما تدفع،
ونحاول نحن نتفاهم معهم، نعمل ترتيبات معينة معهم. نعم نعم نسمعك سيد حسين، تفضل. ايه في عندنا بعض الزبائن اللي ما يدفعون، قاعد نتساعد معاهم، لكن معظم زبائننا الحمد لله قاعد يدفعون، ونحن قاعد ندفع المقاولين على الوقت وماشي مشاريعنا حسب الجدول اللي وضعناه الان. طيب يعني عمليه الاقبال على الشراء وحتى ربما عمليات التمويل بالنسبه لدمك، الى اي مدى اختلفت خلال هذه الازمه؟ ما في شك عمليه البيع نزلت بشكل كبير، الان السوق ضعيف، يجب ان نعطي اسعار منافسه افضل، لكن نحن لم نقم بطرح اي مشروع في المرحله في خلال ال 12 شهر الماضيه، فمثل ما قلت لك من شهر 7 2008 لليوم ما طرحنا مشاريع جديده، انما ركزنا على التسليم، ركزنا على حل مشاكلنا مع الزبائن، ركزنا على المناقصات حتى نقدر نشغل المباني هذه، ركزنا على التسليم وقمنا بالفعل بتسليم 2300 وحده في خلال 12 شهر الماضيه. يعني طيب من خلال يعني المشاريع المقامه خارج الامارات سيد حسين، ما هي اي اكبر نسبه بالنسبه للاقبال على مشاريع دمك خلال الفتره القادمه برايك؟ خارج الامارات ما زال السوق المصري جيد، في هناك طلب، وبدينا الان الحمد لله الكونستراكشن في مشروع الهايد بارك ومشروع البارك افنيو، المقاولين شغالين، ونامل ان شاء الله في خلال 2010 الطلب يتعدل ويرجع الى ما كان عليه، فالسوق المصري سوق ما زالت واعده، وما صار في كثير من نزول الاسعار لم يطرا بشكل قوي مثل ما صار في اسواق ثانيه. ما هي توقعاتكم بالنسبه لسوق العقار داخل دبي تحديدا؟ أنا أعتقد سنة 2009 هي سنة صعبة، نزلت الأسعار إلى حد كبير، في أوفر سبلاي شوية، في عرض أكثر من الطلب. أعتقد سنة 2010 وبالذات في منتصفها وفي نهاية 2010 الأمور ستتعدل، سيكون توازن بين العرض والطلب، وتبدأ الأسعار ترتفع ببطء. سيد حسين باختصار يعني ما هي أهم المزايا التي يمكن أو الجوانب الإيجابية يمكن تعلمها خلال هذه الأزمة بالنسبة للقطاع العقاري داخل دبي؟ والله أعتقد أن الأهم حاجة هي أن يجب أن القطاع الخاص والحكومة يتعاونوا دائما مع بعض في النظر في عملية الطلب والعرض، فما يكون هناك عرض أكثر من الطلب ولا يكون هناك طلب أكثر من العرض، هذا التوازن يخلق لمصلحة الطرفين. ثم أعتقد القوانين الجديدة اللي جابت بها مؤسسة الضمان الريرة العقاري هي قوانين جيدة وتساعد في تنظيم السوق العقاري، فما زلنا في المنطقة كنا نفتقد إلى قوانين وأنظمة تنظم العلاقات بين الشاري والبايع والمستثمر والعقار والشركات الكبيرة والصغيرة. وفيما يخص نسب الإقراض يعني بالنسبة للبنوك والأفراد والشركات كيف تنظرون إليها؟ ما في شك منطقتنا عموما متأخرة في قضية الإقراض للإسكان، وبنوك الإسكان قليلة وخبرتها جديدة، وما في شك الآن الأزمة العالمية خلت العملية أصعب، لكن أتأمل في خلال السنوات القادمة هذه عقبة رئيسية تنحل إن شاء الله بمساهمة الحكومات بخلق بنوك إسكان لقروض الإسكان متخصصة، لأن هذا عامل مهم ورئيسي في عملية تطوير العقاري والسوق العقاري. نعم أخيرا سيد حسين، أين وصلتم في عملية الاندماج مع تمويل؟ يعني أين وصلت مراحل الاندماج؟ متى تتوقعون أيضا أن تتم؟ أنا ما عندي أي فكرة، أعتقد تتكلمين اندماج بين تمويل وبين أملاك، فنحن ما لنا دخل في الموضوع هذا، هم شركتين ما لنا أي علاقة معهم. نعم السيد حسين سجواني رئيس شركة دمك القابضة كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. ذكرت تقارير صحفية أن شركة هيدرا العقارية في